صباحك خير. صباح النور، الحق من سنان وهتبتدي الاجتماع. شكرا. يا جماعة موجودين كلنا؟ يعني تقريبا. مفيش تقريبا، سؤالي محتملش غير إجابة واحدة، يا يا لا. لا قصدي آسف. ده مش أسلوب للاعتذار. السلام عليكم. صبري، مش معنى ان انت حققت اعلى رقم مبيعات الشهر اللي فات انك لما تيجي متأخر ما تعتذرش. اتفضل. متشكر. برضو ما اعتذرتش. أنا آسف. شوف ضيعت قد ايه من وقتنا. اظن نبدا الاجتماع. يا عم يا عم ده بقين حلوين وانت داخل بتنكد علينا بسببك. استغفر الله العظيم على الصبح، بقين ايه وكلام فاضي ايه؟ انت حر اعمل اللي انت عايزه. على فكره في واحده سالت عليك مرتين قبل ما تيجي. اعمل ايه بس يا ماجده، ما انت عارفه وقتي مش ملكي. وبعدين ده لو ميس نانو عرفت ان انا سبت منطقتي وجيت هنا باليونيفورم وعربية الشغل كمان ممكن تبقى كارثة. كارثة هتحصل لنا احنا الاثنين يا صبري. مصيبة. انا مش ممكن اتخيل نفسي اعيش مع حد غيرك ابدا. ايه هو سيادة السفير رجع يكلمك تاني في موضوع الجواز؟ مش بابا وبس، ماما كمان. والمراتي بقى ملحق تجاري وزميلي في الخارجية، يعني ما عنديش اي مبرر عشان ارفضه. يعني ايه؟ انا خايفة حقيقي يا صبري. انت مش ممكن تتخلى عني وانا محتاجة لك، مش كده؟ كلام ايه اللي بتقوليه بس يا ماجدة؟ عمرك شفتي واحد يتخلى عن حلمه الوحيد؟ ده انا من اول يوم شفتك فيه ولغاية ما موت ان شاء الله. بعد الشر عليك. انا بتكلم جد يا ماجدة، ربنا وحده اللي يعلم انا بحبك قد ايه. انما ايه؟ انا راضية بيك وانت كده. انت راضيه بس سعاده السفير مش هيرضى. مش معقول هيرفض يجوز بنته لواحد ملحق في الخارجيه ويجوزها لواحد مندوب مبيعات بالعموله. يعني ايه يا صبري؟ يعني خلاص؟ لا خلاص ايه، مش خلاص ولا حاجه طبعا. انا حاسس ان ربنا ان شاء الله مش هيتخلى عننا. يا رب يا رب. ده انا ما عثرتش في اي حاجه خالص. بواليس تامين بعت، مساحيق غسيل دورت بيها على البيوت شقة لغاية ما الحمد لله ابتديت استقر وعمولتي وصلت لألف جنيه. بقولك ايه صحيح، انت فتحت اخوكي في الموضوع؟ فتحت اول ما جبنا السفر. وقالك ايه؟ يعني هو كان متفاهم، ده حتى قال لي انه مستعد يقابلك. يا ما انت كريم يا رب. امال بس انت ساكتة ليه ما بتتكلميش؟ تعرفي انا حاسس ان اخوكي ممكن يحس بينا، وباعتباره شاب زينا يعني ممكن نقنعه بمشكلتنا ونكسبه في صفنا.